نرحب معنا في استديو القمة بسعادة منى غانم المري، رئيسة نادي دبي للصحافة، رئيسة اللجنة المنظمة لقمة رواد التواصل الاجتماعي العرب. أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك معنا. بداية طال عمرك نقول صباحك الله بالخير وسعيدين بتواجدك معنا. وخلينا نقول ما الذي يميز هذه الدورة القمة لرواد التواصل الاجتماعي عن القبلها؟ يعني هذه دورة طبعا خلال سنتين صارت العديد من التغييرات في عالم التكنولوجيا وعالم السوشيال ميديا، وصارت هناك برامج جديدة وصار هناك مؤثرون جدد. فإحنا يعني حرصنا أن ما نعملها كل سنة، حرصنا أن نعمل هذه القمة كل سنتين حتى يعني ندرس خلال هالعامين شو ممكن نطرحه جديد. وأنا أعتقد اللي مركزين عليه أولا تنوع المحتوى، جدا مهم أن إحنا ننوع في المحتوى المطروح وخاصة المحتوى العربي الذي يعتبر اليوم يعني أداة يجب أن نستفيد منها وأداة يجب أن نطورها بصورة كبيرة يعني مسؤولين عن هذا القطاع. كذلك المؤثرين يحتاجون أن يكونوا في منصة واحدة للحوار للنقاش، وهذا جدا مهم. يعني ما تحصل منصات عربية توحد المؤثرين أو تجمعهم في مكان واحد للتعرف على بعض من كافة الأقطار العربية، وحرصنا أن نكون من كافة الأقطار العربية من المغرب إلى المشرق، وهذا جدا مهم. يعني نعم. شيء جميل أنه مثل ما قالت سعادة من المري أنه يكون في احتواء، حتى بعض أحيان الناس يكون عندها محتوى محدود يصير فيه توسع في النطاق. أنا بأخذ فكرة تبادل الأفكار والخبرات، يعني مشكورين على هذا الشيء. طيب الآن خلينا نتحدث عن أبرز الأهداف المرجوة من هذه القمة. أنتم أيضا من بين يعني أبرز أهدافكم هو الوصول للتأثير الإيجابي لمواقع التواصل الاجتماعي بطريقة تخدم المنطقة أو بطريقة خلينا نقول مدروسة واستراتيجية، كيف ذلك؟ أولا نحن عندنا قيادة يعني صراحة يمكن من أقوى القيادات العربية على وسائل التواصل الاجتماعي. هذه القيادة هي من صراحة أعلنت عن هذه القمة في 2015. وتم يعني كانت أول قمة في 2015. الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يرى المستقبل ويرى أن المستقبل أيضا في أيدي يمكن إعلام جديد نريد أن نحتويه ونريد أن نوظفه لما نراه من رؤية جديدة لعالمنا العربي. دائما استشراف الشيخ محمد بالمنطقة وليس فقط في حدود دولة الإمارات هو ما يجمع كافة المؤثرين اليوم من كافة الدول العربية لنقاش جميع يعني المواضيع الخاصة بهم والتي تهمهم وأيضا تهم مطوري المحتوى، سواء كانت شركات السوشيال ميديا أو التواصل الاجتماعي، التطبيقات الموجودة. فنرى العديد من الاجتماعات الجانبية تحدث في هذه القمة بين الشركات وبين المؤسسات التي أيضا كانوا شركاء معنا في هذه القمة وبين المؤثرين. فنحن نعتبر نفسنا أن نخلق منصة لإعداد يعني مؤثرين عرب عندهم قوة سواء كانت في المحتوى أو أيضا في طرح المواضيع المختلفة. وما شاء الله عليك ساعتك، أنت أيضا مؤثر، أنا من الناس اللي متابعك في السوشيال ميديا، لك شخصية قوية جدا، وهذا يعني جدا أنا لي الشرف أن أنا أتابعك. طيب خلينا نقول ما هي المقاييس والمعايير التي تم اختيارها المؤثرين المشاركين في هذه القمة؟ طبعا لا ننسى، بس أبغى يعني أعلق على جزئية، هناك جائزة جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب يتم فيها تكريم العرب المؤثرين اللي يعني الصراحة عندهم تأثير قوي في مجالات مختلفة، وطرحنا كثير من القطاعات حتى الصحة، البيئة، القطاع الحكومي، لم نقتصر على فقط مؤثرين في مجالات معروفة اليوم في مجتمعاتنا، لا، هناك العديد من المؤثرين يمكن عندهم محتوى قوي، مو بشرط يكون عندهم متابعين كثر، ولكن عندهم محتوى قوي يصل للناس ويفيدهم. هذا جدا مهم أن يكون المحتوى للجائزة يفيد، وأيضا تكون الشخصية لها تأثير عربي وبعضها عالمي. فحرصنا أن تكون يعني الجائزة تحمل جزء كبير من معايير التي نراها في مؤثري العالم العربي. شيء جميل جدا. نعم.
طيب خلينا نتحدث عن معايير انتقاء المرشحين للمشاركة في هذه القمة، وكذلك مثل ما ذكرتي عنكم تنوع في المواضيع المطروحة، كيف تختارون هذه المواضيع والجلسات؟ طبعا احنا نحرص على عمل يعني دراسة شاملة قبل، يعني احنا عندنا سنتين مثل ما قلت من الوقت، يعني سنة نشتغل فيها على دراسة شاملة للمواضيع، للتحديات التي تواجه المؤثرين. اعلنا قبل فترة عن نادي رواد التواصل الاجتماعي العرب، لأن اكتشفنا أن نادي دبي للصحافة يعني مركز أكثر على منتدى الإعلام العربي وعلى جائزة الصحافة العربية اللي هي يعني الصحافة التقليدية، فقلنا هذه المنصة يجب أن تكون جديدة، ويجب أن تكون هناك يعني أو يكون مركزا أو مؤسسة تتابع بشكل يومي ما يحدث في هذا العالم الكبير اللي يعني صراحة يحتاج فريق عمل للبحث والمتابعة. فحرصنا أن تكون من المعايير أن مثلا مواضيع متنوعة، شو اليوم الدارج في هذا المجال، شو المواضيع التي تهم الشباب، لا وكذلك المجتمع يعني المؤثرين والمجتمع. إحنا اليوم نعيش في مجتمع شبابي في المنطقة العربية، أكثر من 60% من مجتمعاتنا شباب، لهذا يجب أن نوفر كافة الفرص لهؤلاء الشباب من خلال هذه المنصات. طيب خلينا نقول الآن وش هي الجائزة ولا بتكون هناك 31 جائزة تتنوع هذه الجائزة من شخصية العام المؤثرة إلى مجالات مختلفة للأفراد وللمؤسسات. حرصنا أن نكرم الأفراد كما حرصنا أن نكرم المؤسسات اللي تبذل مجهود في التواصل الاجتماعي، سواء كانت هذه المؤسسات عبارة عن تطبيقات أو كانت عبارة عن مؤسسات قد تكون حكومية قد تكون خاصة، ولكن عملت تغيير يعني مختلف في وسائل التواصل الاجتماعي، ليس فقط من خلال المتابعين عدد المتابعين، ولكن من خلال التأثير ورصد التأثير من خلال يعني دراسة معينة، وهناك وسائل كثيرة لمعرفة مدى تأثير ووصول هؤلاء المؤثرين أو هذه المؤسسات للناس. نعم. طيب سعادة منى المري، يعني حابين نعرف منك ما هي أهم التحديات التي يمر بها واقعنا اليوم تحديدا في مواقع التواصل الاجتماعي في منطقتنا العربية برأيك؟ يعني أصبحت هذه وسائل سياسية غير عن أنها وسائل اقتصادية واجتماعية. أصبحنا اليوم يجب أن نتثقف أيضا سياسيا، يجب أن نعي مدى دورنا وانتماءاتنا لأوطاننا، كيف نصون هذه الأوطان، كيف نحمي هذه الأوطان، كيف يكون أن يعني صوت قوي عندما تحتاجه أوطاننا. أنا أعتقد اليوم وسائل التواصل الاجتماعي هي عبارة عن وسيلة وأداة، هذا الصوت يمثل ليس فقط الفرد، ولكن قد يمثل مؤسسته، قد يمثل وطنه، قد يمثل المنطقة بشكل عام. فلهذا يجب أن يثقف المؤثر أو حتى الشخص، أي شخص عادي، هناك متلقي، يجب أن نعلم أن هناك متلقي. أيضا المتلقي يجب أن يعي بمدى خطورة هذا السلاح، قد يكون هذا السلاح أو هذه الأداة يعني تغير أو تثير إشاعة أو تثير فتنة. فيجب الصراحة أن الشخص المتلقي كذلك المؤثر يعون مدى أهمية هذه الأداة. صح. أولا نحن نقول مشكورين، أول حاجة نشكر دبي اللي هي دائما سباقة لاحتواء مثل هذه الأمور. صحيح. والشكر الثاني لنادي دبي للصحافة، يعطيكم العافية، وأيضا شكرا لك سعادة منى غانم المري رئيسة نادي دبي للصحافة ورئيسة اللجنة المنظمة لقمة رواد التواصل الاجتماعي العرب، يعطيك ألف عافية على تواجدك. شكرا جزيلا على تواجدك معنا. شكرا.